صور السي تي دايما بيبقى فيها بعض انواع الارتيفاكتس. احنا شفنا لما كنا بنوري طريقه الريكونستراكشن كان بيبقى في عندنا حاجه كده، خطوط كنا بنشوفها في الصوره، ودي الحقيقه بتطلع ساعات في الصور العاديه لما يكون عندي صوره شكلها فلات كده، ساعات بيطلع لي بدل ما تطلع فلات يطلع لي فيها شكل خطوط كده. الخطوط دي ما هياش طبيعيه، مش المفروض انها تكون موجوده في الجسم بالشكل ده، فدي بنسميها ستريك ارتيفاكت. فهي بيسكلي الارتيفاكتس في السي تي هي اساسها عباره عن نيوميريكال ارتيفاكتس. يعني انا خدت مجموعه ايكويشنز وبحل مجموعه الايكويشنز دي، للاسف ساعات مجموعه الايكويشنز دي نتيجه لحاجه معينه موجوده في الجسم نفسه او طريقه الحل نفسها بيطلع فيها ايرورز، والايرورز دي بنسميها ارتيفاكتس. فاول نوع هو الستريك ارتيفاكتس، ده منتشر جدا. لو جبت اي صوره سي تي وبصيت على جزء منها المفروض يبقى شكله فلات، دايما هتلاحظ الخطوط دي، فده موجود دايما. بيبقى في عندنا برضو بي ده موشن ارتيفاكت، ده ممكن يبقى ريليتد للبيشنت اكتر شويه. احنا دلوقتي بنكولكت الداتا عشان نكون صوره في وقت معين، وقت محدود. لو حصل ان البيشنت اتحرك في اثناء الوقت اللي بكولكت فيه الداتا ديت، فبيسكلي بيبقى جزء من الداتا بيكورسبوند لوضع معين للجسم، وجزء تاني بيكورسبوند لوضع تاني. لما اجي اكومباين الاثنين واطلع صوره بيطلع لي زي ما انتم شايفين كده، اكن عندي جمعت صورتين كده في حاجه واحده، يعني هي شكلها طبعا مش طبيعي انها تكون كده. فهنا الموشن ارتفاك ده على فكره موجود في تقريبا كل طرق التصوير، يعني لما بصور بالام ار اي برضه منتشر جدا برضه مشكله الموشن ارتفاك. فالموشن ارتفاك لو حصل حركه في اثناء وقت التصوير بيطلع لنا مشكله بالشكل ده كده، بيطلع لنا الصوره فيها مشكله. في عندنا مشكله اخرى بيسموها البيم هاردنينج ارتفاك. يعني هنا المشكله في البيم هاردنينج، احنا دايما بنصور مثلا في السي تي بكيلو فولت معين. طبعا احنا بنتكلم على كيلو فولت هو الانرجي بتاعت البيم بتاع الاكس راي. كل ما الكي في عالي اللي هو كيلو فولت عالي، كل ما كان الانرجي بتاعت الاكس راي كانت اكتر. المشكله ان بيبقى عاده ما بيبقاش عندنا بنصور بسنجل كي في، عاده بيبقى في عندنا رينج، عندنا سبيكترم. المشكله اللي بتحصل ان احنا يعني البيم بتاع الاكس راي بيبقى فيه اجزاء فيها كي في قليله، يعني جزء من السبيكترم فيه كي في قليله وجزء من السبيكترم فيه كي في عاليه. كل ما بنمشي اكتر في الجسم كل ما الانرجي الاقل بتمتص اكتر، وبالتالي بيبقى في الاخر البيم بدل ما كان فيه اجزاء قليله هي اللي بس فيها كي في عالي، لا بقت هي بس اللي موجوده، يعني كل الكي في القليل بقى خلاص امتص في الجسم، فبتطلع صوره اكنها كورسبوندنج لكي في اعلى من اللي كان موجود. فدي طبعا بتبقى حاجه بتحصل ناتشرالي نتيجه للاتينيويشن اللي بيحصل داخل الجسم. في عندنا نوع تاني من الارتيفاكس بيطلع لنا فيه حاجه زي رينج كده، بيطلع لنا حاجه زي خط كده، حاجه شكلها دائري سيركلر كده زي هنا وزي هنا موجوده في الصوره، بسميه رينج ارتيفاكت. الرينج ارتيفاكت ده يعني الحقيقه سببه فني شويه. لو اي واحد من الديتكتورز الموجوده في السيستم حصل فيه مشكله بيطلع لنا الرينج ارتيفاكت ده. فاول لما نلاحظ الرينج ارتيفاكت يبقى لازم نتشك على الديتكتورز الموجودين ونتاكد ان هم يعني نتاكد اني واحد فيهم اللي عنده مشكله ونعمل له ريبير. في عندنا مشكله برضو منتشره جدا، مشكله البلوم ارتيفاكت او الميتال ارتيفاكت. الحقيقه الميتال بطبيعته الاتينويشن بتاعه اكتر بكتير جدا من الاتينويشن بتاع اي حاجه موجوده عندنا في الجسم. فالحقيقه بيعمل لنا حاجه بنسميها ال كونديشننج بالنسبه للينير سيستم. لما بيجي نحل لينير سيستم ايكويشنز في بعض الاحيان بيبقى لو في عندنا ايكويشن فيها فاريبل قيمته اكبر بكتير جدا من بقيه الفاريبلز الثانيه، دايما بيعمل لي مشكله شويه في الحل، وبيحتاج طرق معقده اكتر بكتير قوي عشان اقدر اطلع حل يكون ما فيهوش مشاكل يعني. فالبلوم ارتيفاكت ده بيحصل لما يكون واحد مثلا حاطط تركيبه معدنيه، زي مثلا حد حاطط حشو معدني في اسنانه زي اللي حاصل هنا فعلا. هنا في حشو موجود والحشو المعدني دوت بيعمل مشكله حواليه بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده، بيطلع لنا حاجه اكن النقطه دي كده اكنها يعني فيها حاجه بتعمل مثلا يعني بيطلع منها خطوط كده بتعمل ارتيفاكت في كل الاماكن اللي حواليه. دي دايما بتبقى موجوده لما يكون في عندنا تركيبه معدنيه موجوده، سواء في الاسنان، سواء في مثلا حد مركب مثلا ارتفيشال هيب، حد مركب مثلا مفصل صناعي مثلا في مكان مثلا الركبه، حاجه بالشكل ده كده، اي حاجه معدنيه، مسمار معدني موجود مثلا في العظم مثلا، اي حاجه معدنيه موجوده في الجسم نتوقع منها انها تعمل لنا ميتال ارتيفاكت. الحقيقه الارتيفاكتس زي كده كلها لها طرق للحل،
ميتال ارتيفاكتس على الاقل في بعض الطرق موجوده، بس الحقيقه برضو هي الحقيقه عشان نيوميريكال بروبلم وعدد الايكويشنز ما هوش كبير قوي، بيبقى الحقيقه حلها بيبقى الى حد ما بيبقى تشالنجينج، يعني واحده من النقط البحثيه اللي مفتوحه لسه اوبن لغايه دلوقتي.